غادي زعما مرحبا بكم في نوفيل فيديو فلوغ جديد ونهار زين ان شاء الله. قبل ما تخرجوا هاد لا فيديو هادي نتمنوا ديروا واحد لايك سبسكرايب بارطاجيو مع عشرانكم وصلوا ل 90000 ما بقى لينا والو الدراري. المهم في هاد لا فيديو كما شفتوا في العنوان غادي نحاولوا نبريباريو الموتور ديالنا لين ديكا نيترو من 50 سي سي 80 وغادي نديروا لها كلشي غادي نوري لكم. غادي نديروا لها البوليني بالنسبه للامبرياج تاع القدام واللوج بناهم بوليني. بالنسبه للبواط مالوسي كاربيراتور 17 سونس فيبروكان دوبلر مونتيسور ديال لور دوبلر جبنا كلابي جبنا شحال من حاجه كلشي غادي نوريه لكم في هاد لا فيديو هادي. ها هو كملوا معنا لا فيديو من الاول حتى الاخر وكما قلت لكم ما تنساوش واحد اللايك وتبارطاجيو بلا مع عشرانكم. غادي نحاول نقول لكم علاش بريباريت الموتور وعلاش تعطلت عليكم بزاف. اول حاجه كنت خدام الدراري، ثاني حاجه فاش جيت بقيت مديرونجي مع الموتور يعني خصني بريباري خصني نبدل ليه. خصني نوريكم عاوتاني شي حاجه ما كايناش في المغرب عاوتاني لايروكس ديما 50 بغات دور بها 50 اللهم شي حاجه بريباري. وكنت شحال هادي كنقول لكم انا اللي نقدر نبريباري الموتور وجبت شحال من حاجه منهم في الشاكمه منهم شحال من بارتي ان شاء الله كلشي غادي نوري لكم في هاد لا فيديو. على ود الكبير كما قلت لكم غادي نبريباري على البوليني كونتور حيت هو الكونتور تاع ستوندار تاع 50 اللي خرج من لا ميزون كي تكون 80 جبنا هذا في بلاصه الزيت فيه السينيرات بلاصه السخونيه المهم فيه كلشي جبنا كما كتشوفوا معنا هنايا البيبا ستار 6 هاهي ها البيبا هادو الخيوطه ديال الكونتور و كلابي ماروسي كما كتشوفوا الخوت. ها انتوما لومبرياج ديال اللور الخوت بوليني بالرسول ديالو هاهي بوليني و فيبروكان هاهو الفيبروكان الخوت دوبلر شي حاجه مزيانه. وباقي نص ديال السلعه الاخرى ولكن عندنا فيها الكادر صافي. بالنسبه للماكينه راه كاينه الوسطى الدراري نوريها لكم دابا في هذا الفيديو. هذه الماكينه راه كاينه عند المعلم ها هي الماكينه ها هي الكارتيرا هنايا كلشي كاين الخوت ها هي الكارتيرا كما كتشوفوا ها هو الفيبروكان شوفوا البيستون اللي كان فيها شوفي شويه خصني تبدل اصلا شوفي واحد شويه لومبرياج تاع تاع لور ستوندار ديالو كروا ستوندار. وبالنسبه للبياس اللي غادي نركبو راه كاين ليه ها هو البياس اللي غادي نركبو الدراري كاينه لابواط لومبرياج ديال لور بوليني فيبروكان و السيلندرا هو كاربيراتور 17 سونس معدوش غنخليها نيت هي ولا غادي نركب نركب ليها 21 ها هو البيستون الدراري هذا البيستون اللي كان فيها هذا هو البيستون اللي كان في السيلندر البوليني ساقمه وحده راه لي زيتو ليزاج الاولاني باش نبريباريها زعما باش نرديها و السيلندر البوليني الشكل كما كتشوفوا يا سوني فيلتر ومبرياج ديال القدام كونتور ديجيتال هادشي كامل نوريكم ليكم كاينه هي هنا الخوت. كملوا معنا الفيديو نشوفوا البريباراج كي يطلع ان شاء الله. هو الماكينه ديالنا هي مشينا نجيبوا دابا واحد البيستون ها هما باش تعرفوا بالنسبه لبنادم اللي ما عارف نشرح لكم هنايا. بالنسبه للفيبروكان كما كتشوفوا ها هو الفيبروكان هذا الخوت. وبالنسبه للبيبا ستاسيس اللي وريتكم داك النهار والكلابي راه كيكون تحت من البيبا ومناش كيدوز ليسونس والزيت تكريس دغيا كيتسقي فيهم نسخ هذا هادي السلعه ركبناها. المهم داكشي طلع ناضي تسناو معنا الكارناج تاهو تنوري عليكم ها هي الشكمة الفورج باخي هذاك بالنسبة للبياس اللي كاين تما كاملو داك البياس اللي تما الدراري كاملو ديال 50 ها هما كاربيراتور 50 اللي كان فيها لومبريج تاع اللور ها هو كروا لومبريج ديال القدام و هاد السيلندر هذا كذا معرفتش هو هاد السيلندر ديالها شتوه السيلندر تاع الكلابي تاعها كي دايره الكلابي كي دايره ديال 50 توريجين
كما قلت لكم بالنسبه للبارت الاولانيه هي هذه. البارت الثانيه ان شاء الله تسناو نهار الجمعه بغيت نلوح لكم الفيديو كامل، ولكن باقي خصني تركب الكاريناج، باقي خصني نشوف شي بارتيات في سميتو حيتاش دابا ركبنا الماكينه كامله كما شفتوا في الموتور. المهم الدراري كما كتشوفوا باقي لينا شي بارتيات في الماكينه بالنسبه نشوفوا واش المشكل كاين في لابواط ولا في لومبرياج. المهم هادين كاين واحد المشكل صغير تما خصنا نعاودو نشوفوه، وان شاء الله نركبوا الكاريناج ديالنا ونصوروا لكم فلوق كامل بالكاريناج وفي الديكالك اللي غادي نركب. داكشي علاش قسمت لكم هاد الفيديو لدو بارتي، ولكن خصني يوصل هاد الفيديو هذا ل 5000 لايك الدراري. الى وصل 5000 لايك غادي نلوح لكم الفيديو بارطاجيو بلا مع عشرانكم اللي كتعرفوا عنده شي موتور ايروكس ولا شي حاجه سبيريت ولا ستاند شي حاجه تاع البريباراج عزيز على بلان من البريباراج ولا شي حاجه بارطاجي هاد الفيديو هذا. كان معكم عماد فلوغ اولا عماد بايكر، وهادشي اللي كاين بيس لكم.